وقرع الجرس أخيرا، إذن بعودة الحياة التعليمية بوادي حضرموت بعد غياب تام أكثر من 6 أشهر للمراحل الأساسية والتمهيدية بسبب جائحة كورونا. أما الثانوية فكانت هي السباقة لذلك قبل شهر من الآن. وبعد استقرار العملية التعليمية ولم تحدث هنالك أي إصابة أو اشتباه بين الطلبة للمرحلة الثانوية بكوفيد-19، تقرر البدء بطلبة المرحلة الأساسية بحسب الموعد الذي حدد من قبل. والحمد لله، من خلال تجربتنا الأولى في التعليم الثانوي الذي بدأت في الشهر الماضي، الحمد لله لم تظهر أي حالات مرض كورونا، وأمورنا مستقرة الحمد لله. واليوم من أمس مدارسنا مستقرة بالعلمية التربوية والتعليمية داخل جميع مدارسنا، ونشكر الجهود الذي بذلتها السلطة المحلية على مستوى الوادي والصحراء والمديرية ومكتب التربية والتعليم الوادي والصحراء للاستعداد لهذا العام الدراسي. والحمد لله أمورنا مستقرة، ونتمنى إن شاء الله أن يشهد هذا العام نقلة نوعية في كثير من الأمور التعليمية داخل على مستوى وادي وصحراء حضرموت أو على مستوى مديرية سيون إن شاء الله. اليوم ومع عودة الطلاب والطالبات إلى مدارسهم، تخوض بلادنا في مراحل مختلفة من حيث كيفية تكيف الطلاب على الوضع الراهن، بحيث تكون إعادة فتح المدارس متسقة مع الاستجابة الصحية الشاملة لكوفيد-19. ومن المهم أيضا النظر في التدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها للمساعدة في ضمان سلامة الطلبة والمعلمين والإداريين وضمان ثقة المجتمعات المحلية في إعادة الطلاب إلى مدارسهم. أخذنا بكثير من احترازات والتي أجرتها والتي صرحت بها واقترحتها وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء وكذلك مكتب التربية والتعليم بالمديرية، حيث عملنا مجموعة من الإجراءات البسيطة التي تساهم في التخفيف وتساهم في التخفيف من حدة كورونا. أبسطها وأسهلها التعقيم الصباحي اليومي لطلاب المدرسة، وكذلك التعقيم في دورة المياه، وكذلك التباعد في الكراسي ومقاعد الدراسة، وكذلك التباعد عند دورة المياه أو عند المقصف أو بعض الخدمات التي يتواجد فيها الطلاب. الحمد لله مشت الأمور على خير ما يرام، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد والعباد والطلاب من هذا الأذى وهذا البلاء ويرفع عن الإسلام وعن المسلمين. كل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا حتمت على أن تكون هذه السنة الدراسية مختلفة نوعا ما اعتاد عليه الطلاب من قبل، حيث تم فتح المدارس تحت اشتراطات وعوامل خاصة، وقد تغلق مؤقتا في أي وقت ممكن حسب تطور الوضع الصحي. وستحتاج إدارة التربية والتعليم إلى أن تكون مرنة وجاهزة للتكييف للمساعدة في الحفاظ على سلامة كل الطلاب والطالبات.